كل دم الحمد لله. يعني 500 ليرة تبعت المال اليوم ولا مين؟ بس هو يطلع فيها 200 ليرة. شفت عينك المناظر اللي صورتها، يعني وضع مأساوي جدا. يعني الناس هون بحاجة لتمديد صرف صحي، يعني لو يكون شلون ممكن مقبول بس نتلافى هذا المنظر اللي عم يسبب للناس أمراض، منها حبة حلب أو حبة لشمانية، ومنه عم يسبب كمان تواجد يعني حشرات، عم يسبب مثلا فئران جراذيم بالمنطقة هون. الناس عم تتأذى من هالمناظر، شفتها يعني بشكل مش طبيعي. ما هو الحل برأيك؟ الحل تلافي هذا الموضوع بمشروع يعني تخديم لهالمنطقة هاي لهالمخيم مشان الصرف الصحي. يعني بدون هالمشكلة يعني كأنه ميت هالصرف الصحي عم يظل موجود عندنا بيناتنا كمستنقع. يعني الموضوع يعني اليوم عم يسبب لنا أمراض بجوز جلدية، بعد شوي بجوز يصير أمراض أكثر من هيك. يعني الموضوع معروف. يعني هناك علاج لهذه الأمراض؟ والله لا، تخديم طبي. يعني احنا هون مخيم 700 عائلة من نقطة طبية معنا، أقرب نقطة طبية علينا 2 أو 3 كيلو. يعني وبتعرف عجزي وأرامل أغلب المخيم وأطفال، يعني حتى الوصول له فيه نوع من الصعوبة يعني، وعدم يعني حتى الطرقات ما فيها الطرقات يعني اللي الواحد مخيم نحن. يعني وعدد المخيم عندنا أكثر من 700 عائلة نقطة طبية ما فيه، والعدد بزيد بشكل يعني في زيادة بشكل دائم. عرفت علي شلون؟ فإن شاء الله يعني نتمنى أنه يتعالج الموضوع، يعني كون راح يسبب مشكلة صحية يعني إذا ما تدارقناها مشكلة كبيرة. شو صار لك عم تاخذ عمي هاد؟ والله يخلي عينك 4 سنين. احنا العيادات من الوقف الديان التركي، هيئة العمل الإنساني، عم نغطي عيادات أطفال ونسائيين بشكل أسبوعي. اليوم جينا على مخيم مهين، أبناء مهين، معاينات مرض الوضع الصحي كثير تعبان، أطفال مرضى كثير ونساء كمان أيضا مرضى كثير، وبحاجة إلى نقطة طبية أقل شيء أو مستوصف أو عيادات حتى تغطي هذا المكان. تقريبا ما يقارب 700 عائلة هنا، ونحن ما بنقدر نجي بشكل يومي مشان نغطي المعاينات. بالنسبة للأدوية، الأدوية طبعا أدوية قليلة، لكن إن شاء الله الموجود عم نخدم فيه. طبعا في أدوية أمراض مزمنة أيضا غير موجودة، وبحاجة للناس لمعالجة بشكل مستمر. كله هلا بتحكيه ما عندنا مشكلة. احنا كلنا مريضين هولو، انت شايف ايش صارت هواي. ثاني شغلة، الصرف الصحي سيء جدا، المية مش على وجه الارض. يعني بدنا خدمات شوي مقبولة، مش مقبولة يعني، بس نص بالمية ما عم نشوف شيء منكم. الجهات المسؤولة وعم تجوا لهولو وتصورونا وكذا، ما عم نشوف شيء. بس بتجوا بتتصوروا مشان انتو تقبضوا مصاري على ظهورنا، ما عم نشوف شيء منكم. هذا اللي احنا شو بدنا يعني منكم؟ يعني خبز ما بدنا، شو خبز يا اخي؟ خبز ما بدنا، الله بطعمينه. بس احنا بدنا الصرف الصحي والشغلات الرئيسيه بالمقيد. الدار وصور وتفرج المي، شو طلع شو عم تنوفع بهالعرض. وحدات صحيه، مستوصفات، بدنا مستوصف ضروري. في عندكم هون بالمخيم؟ ما بي لا مستوصف ولا نقطه طبيه ولا بي شيء. الطب مفقود خالص عنا. يعني وين بدنا نروح احنا؟ جبتونا لهون زتيتونا بالربع الخالي. بالشارع يعني شو بدك تحكي؟ بالشارع عمنا بنطل تيل الليل على الجامع. ما عندك خيمه حجي؟ ما عنديش خيمه. خيمي للأولاد وأمهم. كلش قد صار لك هذا؟ يا عمي مخيمنا بيعاني من عدم صرف الصحي، خيام ما في، بدنا نقطة طبية. نحن 1000 خيمة موجودين بالمخيم هذا، ما في عندنا نقطة طبية. يعني أهم ما يكون النقطة الطبية عندنا، لأنه
لانه كلنا بحاجه للطب، وانتم بتعرفوا كلها الاطفال اولاد صغار، وهذا بدنا تدفئه وبدنا خيام كمان. اكثر الناس عم تجي وتنام بالشوارع، خيام عم تسرب كلها الخيام، ما عم نعرف وين. المهم بدنا خيام للناس اللي عم تجينا، الناس حين بدو خيام. والله هالرجال هذا نايم بالشارع، الله وكيلكم ما عنده خيمه يا عمي. لا انا ماني قايل له شو بكيف كنتوا شفتوني وبتعرف. لذلك مخيمنا بحاجه الى تدفئه، بحاجه الى صرف صحي، بحاجه الى نقطه طبيه هي اهم ما يكون. احنا هون شي 700 عائله بمخيم ابناء مهين. اخي كل شيء ناقص علينا، ما عندنا نقطه طبيه، ما عندنا مدرسه، ما عندنا روضه، الروضه ما انا قادرين نكملها، ما عندنا نقص مي، ادويه ما في اخي، لا حول ولا قوه. صوبيت تدفئه، لا جانا تدفئه ولا جانا شيء، حتى سفنج ما جانا. والله يكثر خيركم ويطول. هل هناك امراض منتشره في هذا المخيم؟ اخي امراض منتشره، الرشح، الكذا للاولاد، والله التهابات صدريه كثيره. وحبه حلب كمان على اكثر. من قلت التدفئه؟ كله اخي، من قلت النظافه وقلت التدفئه. والصرف الصحي عندنا كمان اخي، في عندنا مشكله بالنسبه للصرف الصحي. عم شفتوا 7 نقلات او 8 نقلات يوميه، عم نستهلك 27 نقله مي. هذا الحكي بدنا يتلائم مع بعضه. عم نناشد المنظمة ما عم ترد علينا يا عمي، ولا حول ولا قوة. ايش ما نسوي يعني، وين بدنا نروح؟ هيك الله قدر علينا.